المغني الأموي وعقد الجارية. طرب الرشيد فأهدى المغني عقداً نفيساً فأثار بكاءه، فللعقد حكاية عجيبة ما عرفها الرشيد ولا كان لهاشم المغني أن يتوقعها. كان هاشم بن سليمان مولى لبني أمية ويكنى أبا العباس، وكان موسيقياً ومغنياً حسن الصنعة جميل الصوت غزير العطاء. وكان الخليفة هارون الرشيد يحب الاستماع لصوته، وكان أن حضر يوماً بباب الرشيد مع جماعة من قاصدي مجلس الخليفة، فأمر الرشيد أن يدخل وحده وقال هات يا هاشم، فغناه من شعر جميل بثينة، فطرب الرشيد طرباً شديداً وأثنت عليه، ثم قلده عقداً نفيساً. فلما رأى هاشم العقد ترقرقت عيناه بالدموع، فقال الرشيد ما يبكيك يا هاشم؟ فأجاب يا أمير المؤمنين، إن لهذا العقد حديثاً عجيباً. قال الخليفة حدثني. فقال قدمت يوماً على الوليد بن عبد الملك وهو على بحيرة طبرية ومعه جاريتان لم أر مثلهما جمالاً وحسناً، فلما وقعت عينه علي ظن أني أعرابي عابر فدعاني، فسرت إليه ولم يعرفني، فغنت إحدى الجاريتين بصوت هو لي فأخطأت، فقلت لها أخطأت يا جارية، فضحكت ثم قالت يا أمير المؤمنين، هذا الأعرابي يعيب علينا غناءنا. فنظر إليك المنكر، فقلت يا أمير المؤمنين أنا أبين لك الخطأ، فلتصلح وتر كذا وتر كذا. ففعلت وغنت، فكان صوتاً ما سمع منها إلا في هذا اليوم، فقامت الجارية مكبة علي وقالت معلمي هاشم ورب الكعبة. فقال الوليد أهاشم بن سليمان أنت؟ قلت نعم، وأقمت معه بقية يومنا وأمر لي بمكافأة. فقالت الجارية أتأذن لي في بر معلمي؟ فقال الوليد لك ذلك. فحلت هذا العقد من عنقها ووضعته في عنقي قائلة هو لك. ثم قربوا إليه السفينة ليرجع إلى موضعه، فركب في السفينة وطلعت معه إحدى الجاريتين وتبعتها صاحبتي، لكنها أثناء الصعود تعثرت وسقطت في الماء فغرقت لوقتها، وحاولوا العثور عليها دون جدوى، فاشتد جزع الوليد عليها وبكى بكاء شديدا، وبكيت أنا عليها أيضا بكاء شديدا. فقال لي يا هاشم ما نرجع عليك مما وهبناه لك، ولكن نحب أن يكون هذا العقد عندنا نذكرها به، فبعني إياه وعوضني عنه 30,000 درهم. ويختم هاشم بن سليمان حكايته لهارون الرشيد بالقول فلما وهبتني العقد يا أمير المؤمنين تذكرت قضيته وهذا سبب بكائي. ورغم جاذبية القصة المنسوبة لأموي عاشها مع خليفة أموي ويرويها لخليفة عباسي، لكن تجدر الإشارة إلى أن الوليد مات سنة 96 هجرية والرشيد تولى سنة 170 هجرية، وهذا دليل على أن القصة موضوعة ككثير من الحكايات المشابهة التي لا تخفى مقاصدها، إلا إن كان عمر هاشم عند غنائه لرشيد أكثر من 100 عام، وهو ما لا نستطيع إثباته لعدم توفر معلومات عن من يدعى هاشم بن سليمان في الكتب والمراجع التاريخية.